بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا تعالوا. تعالي يا زينب. تعالي يا زينب. يا رتال. تعالي يا شهد. تعالوا تعالوا. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلوا على الله. يلا مكتب بابا قوي. روحي يا حبيبتي. بالراحة يا ريتال، هتفضلي مجنونة. عايزاك تقولي الحقيقة ومن غير لف ولا دوران. طب أنا هلف وأدور عليكي ليه؟ لسه شايل في قلبك أي حاجة من ناحيتي؟ بصراحة يعني؟ أو بصراحة. أيوة لسه. ايه هي يا حسن؟ قول. انا هقبل منك اي حاجه. في كلب حاجه عمري ما كنت اتخيل انها تبقى موجوده. كنت عمال اقول لنفسي ان عمري ما هحسها ولا عيشها. انا طول عمري بحبك يا ريتال، بس ما كنتش واخد بالي. انا كنت حاسه ان انت هتفاجئنا النهارده، رجعنا بيتنا. ربنا يخليك فينا. ويخليك يا زينب. عرفت ان انا جدها؟ انا عارفة طول عمري وفهمك اكتر واحدة في الدنيا. انا بحبك. وانا بموت فيك. تعال. تعال. الله الحمد لله. الحمد لله. بيتنا زي ما هو، ما اتغيرش. مروان، انت بتفكر في مين؟ هكون بفكر في مين يا زينب؟ لا، اوعى تفتكر ان انت ممكن تضحك عليا. انت عارف انا لو حسيت ان انت بتفكر في حد تاني غيري ممكن اعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه يا زينب؟ هدخلك في اوضه واقفل عليك ومش هسيبك تطلع منها ابدا. هتحبسيني اياك انتي. امال ايه؟ ما انا ليا الحق احبسك طبعا، ومش هعرف اي حد مكانك. وبعدين مفتاح الاوضه ده هسيبه عندي وهخبيه فيها. يا الله. عارفه يا زينب، كل اللي كنت بتمناه قلب حنين وطيب ياخدني في حضنه واحس معاه بحلاوه الدنيا. ربنا اداني الحب كله. ربنا يخلينا لبعض. بس برضه ما قلتليش ايه اللي شاغل بالك؟
انتم يا زينب. احنا مين؟ حريم البيت الكبير. خلاص احنا بقينا حريم؟ انا افكر فيك ايه وفي شاهد وفي رتال. عارفه انا عاوز كل واحده فيكم تبقى مستريحه ومطمنه. اقول لك اما عبد الله الله يرحمه لو كان عايش ما كانش هينام ولا يهدى له بال غير لما يلاقي كل واحده فيكم مطمنه ومطمن كمان على مستقبلها. ولا ايه؟ صح عندك حق. انا بدال وزينب. ايوه اي حاجه عم عبد الله كان هيعملها انا ملزم بيها. هتصدقني؟ اكيد طبعا يا زينب هصدقك. انا كنت لسه هطلب منك ان انت تعامل شاهد ورتال زي اخواتك الصغيرين مش ولاد عمك. قسما بعز جلاله الله اغلى من نفسي. اي نعم انا مش كبير قوي عشان خاطرك اخواتي صغيرين كمان. ربنا يخليك لنا انت وحسن. انتوا ظهرنا وسندنا وانتوا رجالتنا. امال يا زينب رجال شديده قوي قوي. بقول لك يا زينب. قول يا روحي. تيجي نتفرج على الفيلا مع بعضنا؟ تعالي يلا. اه يعني على الغلب اللي انا فيه. اه كل ما ده الحال من عوج الاعوج. اه فين البت المفيده الخدامه كانت شالت عني دلوك. اه ايه اللي انت بتعمليه ده يا متخلفه؟ انت عايزه تسقطي لنا الواد؟ فلا الله ولا فعلك. في حامل في الدنيا تعمل كده؟ خلاص يعني نظافه مقطعه بعضها قوي. وسعي ارمي الهبل ده. خايف عليا اياك. لا خايف على اللي في بطنك، انت مش مهمه اساسا. يجيلك ويحط عليك يا فتحي، يجيلك ويحط عليك. يا بت لمي لسانك يا بت بدل ما اقطعهولك. انا لميت اهو اهو اتقفلت عليه. افرض انت بقى لسانك وقولي بقالي 9 شهور حامل ما قلتليش كلمه طيبه. تاكلي ايه؟ تشربي ايه؟ نفسك في ايه؟ بتتوعمي عليا يا شمس. يا بت ما تزعقيش كده يا بت، انا غلطانه اصلا انا واقفه اتكلم معاكي. بقول لك ايه؟ ما تبطل الجمصه دي، يخرب بيت جمصتك. انا ماشي. بقول لك خد عليا يوم اسود ومهب. انا قلت لك تمشي. ابو كمان حامل. لما بقول لك تمشي تمشي. الحقني يا فتحي يا مخروس. بس اسكتي 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 شويه نشوف الراجل مالك. لا مش هسكت. ده بنت امي هتكلم فيه بس. بس اسكتي دقيقه واحده. البرميل اللي انا متجوزها سرقت شقه عمري وهربت. قلت لك يا محروس هيحصل كده وانت ما سمعتش كلامي. البس بقى يا معلم. احسن يا تحيا العقل جابت حق عمك. بس يا بنت بس يا بنت فتحي انا ساكت عشان خاطرك. والله العظيم هربيك يا بنت. انت هديكي علامين على السحب. والله هضربها يا محروس. والله العظيم هضربها. بس يا بنت يا بنت انت بتفيدني ايه يا بنت؟ بس يلا يلا انت سيبها. والله همشي. والله هطلعها وامشي. يلا بس يا بنت. اه ايه يا شمس في ايه مالك؟ عندي مغص جامد. مغص ايه يا هبله؟ انت شكلك بتولدي. عايز اخش الحمام. محروس العربيه بتاعتك بسرعه. تعتذر الاول. يا محروس تعتذر ايه؟ مش هتخلص دي. يا محروس في ايه يا بت مالك؟ التلج التلج فتح الحجر الحجر.